السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واتمنى تكونوا الف صحة وسلامة وخير وبركة. معكم زياد هادي الاستاذ في معهد دراسات الموسيقية العراقي، استاذ آلة العود والنظريات في معهد دراسات الموسيقية في بغداد. تحياتي لكم، اليوم نبدي في مقام النهاوند، واليوم اغنية بكتب اسمك يا حبيبي للفنانة الكبيرة فيروز، نقراها وفق المنهاج الأكاديمي للنوتة الموسيقية. قبل ما أبدأ بالأغنية أحب أنوه عن الدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات في الشهر، وتقدرون تتصلون عن طريق الهاتف الواتساب الموجود في صندوق الوصف. طبعا الدراسة تكون وفق المنهاج المدرسة العراقية للعود واللي هي معروفة في العالم العربي وفي العالم. الآن ننظر للورقة أمامكم، راح نقرأها نوطة بكتب اسمك يا حبيبي. راح يصير طبعا تلاحظون الدليل سي بيمول مي بيمول لا بيمول، وهي نهاوند على درجة الدو، فراح يصير دو دو مي را دو لا دو مي. طبعا هذه الخطوط الاثنين ونقاط هاي معنات هذا البار ينعاد مرتين، فراح أنا أعيدها دو دو مي را دو دو مي دو دو مي را دو لا دو مي دو دو مي را دو لا دو مي دو دو مي را دو لا دو مي صول لا صول فا صول مي را دو سي دو لا لا صول لا صول فا دو سي مي را دو سي دو سي دو سي لا سي لا صول لا صول فا مي فا مي فا مي را صول فا مي را مي را دو. اوكي الى هنا هاي انتهت الاولى، فراح نبدي بالغناء. صال نقدر ناخذها فرداش ونقدر نسوي صال 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 فا لا صال فا مي فا فا مي فا 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 فا, 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 فا مي صال فا مي ري مي صال 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 فا لا صال فا مي فا فا مي فا 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 مي صول فا مي ري مي. ومن ثم نبدأ بتكملة الأغنية. أنا أخذت دائما جزء من الأغاني حتى نكملها فيما بعد، لأن الأغنية طويلة تكون بالفيديو، فحبيت أنه أعلمكم من خلال فيديوهات مع الأغاني، دائما أعطيكم مقدمات حتى تتعلمون على قراءة النوتة ب صورة سهلة وجميلة. فهي تصير دائما بالعزف، راح تكون وثم ننتقل إلى الأخرى. ومن ثم المقطع الآخر اللي يصبح به طبعا التحويلة. واتمنيت انه نكملها، لكنه وقت الفيديوهات دائما يكون طويل ويكون حدود تقريبا يصبح الى ساعة تقريبا، لذلك ما نقدر انه نكملها، فقط المقدمات حتى نقدر انه نخليكم تعرفون كيف تقرون نوتة. فنعتمد بالقراءة البطيئة دائما. لا تنسون اللايك والاشتراك، واتمنى انه تتابعون قناتي وتشتركون بها، واللي يحب انه يشترك في دورات تعلم العود حاضرين وجاهزين، وتقدر تتصل على رقم الواتساب، واللي عنده اي سؤال بالتعليقات تحت الفيديو. مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.